تشهد مدينة شرم الشيخ العديد من الفعاليات الترفيهية في إطار الاستعداد لاستقبال الوفود الأجنبية استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27. من بين هذه الفعاليات عروض مسرحية وعروض دولفين وسط حالة من السعادة التي يشعر بها الجماهير من مختلف الجنسيات. أنشطة ترفيهية وفعاليات ترويجية تستعد بها مدينة شرم الشيخ لاستقبال زوارها والوفود الأجنبية، من بينها عروض المسارح المائية للدلافين بشكل يومي وسط حالة من البهجة والمتعة أمام الجمهور من مختلف الجنسيات. الشو كان رائع، رائع جدا جدا جدا، خصوصا المدربين كانوا روعة، خصوصا ستيفن الكلب البحر كان حلو جدا، الشو بتاعه روعه روعه بصراحه، فحاجه حلوه جدا جدا جدا، احنا استمتعنا. استمتعت كثيرا بالعروض وحركات الدلافين المبهرة والمدربين، وقمت بشراء اللوحة التي رسمها الدولفين، وبالفعل هذه الحيوانات ذكية جدا وكان عرضا ممتعا. الشو ظريف جدا، فكرة الدولفين ان هو بيتحرك وبيسمع كلام المدرب وبيعمل حركات لذيذة، حاجة فظيعة يعني، بكون حريصة ان انا احضره كل سنة. بصراحة الشو فظيع يعني. عرض الدولفين بصراحة رائع جدا جدا جدا، المدربين كمان واضح ان هم على مستوى عالي قوي من التدريب وحافظين الحركات كويس جدا، الأجانب من كل الجنسيات حاضرين ومبهورين قوي بالعرض، ودي حاجة تخلي الواحد فخور. كثيرا ما نسمع قصصا عن دلافين في الجانب الترفيهي، لكن الجديد أنها أصبحت وسيلة علاج، وهي قدرتها على المساهمة في علاج مشكلة التواصل عند مرضى التوحد. وطبعا حضرتك عارف الاختيار لما بتيجي السائح او اسر السائح تختار مدينه عشان تقضي اجازتها فيها، فبيقعدوا يختاروا مع بعض نروح فين، فلما بتقول السيتي دي فيها دولفين شو بتبقى واخده يعني الترشيح الاول من العيله انها تروح عشان يستمتعوا بحكايه الدولفين. ليه بقى؟ احنا ممكن في سن الشباب ناس تعمل دايفنج او تعمل سفاري موتوسيكلات او لكن لما بيكون في دولفين شوفها انت بتخاطب الطفل من اول 3 سنين لغايه الرجل اللي عنده 90 سنه. عروض المسارح المائيه واحده من انشطه السياحه الترفيهيه والعلاجيه، وتقوم النظريه العلاجيه المعتمده على الدولفين من صفات هذا الحيوان القادر على التواصل مع الانسان والدخول الى عالم اطفال التوحد لكشف الكثير من قدراتهم.